شكرا للزميل ناجي ستار على إعداد هذا التقرير، وتحية صباحية لجميع زملائنا في مكتب بغداد ولأهلنا في بغداد. اليوم بفقرتنا الأولى عن الصيدلة، وموضوعنا اليوم عن أدوية الإنفلونزا. وكما نعلم أن الإنفلونزا هو فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي وينتشر من شخص لآخر بواسطة رذاذ العطاس والسعال. وبمقارنة الإنفلونزا بمعظم إصابات الجهاز التنفسي الفيروسي الأخرى كالزكام الرشح، نجد أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا تكون شديدة جدا. ما هي الأدوية المناسبة لعلاج الإنفلونزا وما الجديد منها؟ وهذا ما سيكون محور نقاشنا اليوم مع الصيدلانية نور شرف. أهلا وسهلا بك نور، أهلا ويسعد وسهلا، صباحك، يسعد صباحك أحمد. نورتينا اليوم بقهوة الصباح. شكرا. نور، بداية الإنفلونزا أكيد كلنا بنعرفها وكلنا نصبنا فيها، لكن اليوم إذا بدنا نحكي عنها ونعرفها أكثر للمشاهد، الإنفلونزا والتعريف العلمي الدقيق للإنفلونزا. الإنفلونزا هو عبارة عن مرض يسببه فيروس، هو مرض موسمي بيجي في عادة في فترة الشتاء، في فصل الشتاء. مرات يصيب بعض الناس في فترة الصيف لأنه هو عبارة عن فيروس، فيروس لا يمكن السيطرة عليه. هلأ بيختلف طبعا من شخص لشخص أعراضه، بس أعراض الأساسية اللي هي العطس، الراني نوز، سيالان بالأنف، أو إنه الأنف يسكر، يصير بلوك للأنف، احمرار في العين، قد يصاحبه حكة في العين. هذه هي الإنفلونزا. تمام، يعني هي الأعراض اللي ذكرتيها حضرتك اللي هي الرشح، الاحمرار الأنف وغيرها، لكن أحيانا بيكون في ضعف عام بالجسم، في توهن عام، في تعب عام. يعني في أشخاص بيحكوا لك إنه وقت انصاب بالإنفلونزا ما في يمشي من مكان لمكان، ما في يعني ما في قوة على الإطلاق. هل الأعراض بتختلف من شخص لآخر، من فيروس لآخر؟ مش هيك. هلا هو الفيروس اصلا بضرب الجهاز المناعي، عشان هيك الواحد بحس في خمول، عشان هيك الواحد بحس انه جسمه تعبان، عضلاته تعبانه، لانه بضرب الجهاز المناعي اصلا. تمام. بس هو الفيروس اعراضه الاساسيه، كل الناس لما بيصير عندها فلو او انفلونزا، كل الناس راح تعطس، كل الناس راح يصير عندها سيلان بالانف، او يصير عندها تمام. انه بسكر انفها. هاي الاعراض لكل الناس، في ناس مثلا ممكن يتطور عندها الامر ويصير تمام. عندها سكند انفكشن، فممكن يصير عندها سعال، ممكن يصير عندها حراره، نحكي عنها هلا لكن هذا بالتفاصيل. الشيء طبعا بيختلف حدة الفيروس من شخص لآخر، وحسب تقبل مناعة الجسم أيضا من شخص لآخر. طيب نور، برأيك يعني اليوم أول ما نشعر بأولى مظاهر المرض، نشعر بالوهن، بالتعب، بسيلان الأنف وغيرها، كيف نحن بدنا نسيطر على الموضوع من طبعا الأدوية أكيد والغذاء؟ هلا بالنسبة للأدوية، طبعا كل فصل موسمي بنزل عندنا لقاح الإنفلونزا. هلا لقاح الإنفلونزا بنزل على أي أساس؟ بنحكي إحنا وصل لدينا مثلا لقاح إنفلونزا 2013 أو 2012، على حسب. هلا كل فيروس، هي الفيروس عبارة عن سلالات. الفيروس من سنة لسنة بيقدر يطور حاله، لأنه مثلا فيروس السنة الماضية لو أنت أصبت فيه رح يقدر جسمك يقاومه، لأنه أوريدي كل الناس بتفلوز في السنة. فإحنا شو بنعمل؟ هذا اللقاح، اللقاح عبارة عن مستحضر حيوي، يعني بتكون من الميكروبات الدقيقة. بناخد فيروس إما بيكون ميت أو حي، بس بنضعفه، اللي هو فيروس السنة الماضية أخذنا فيروس 2012، أضعفنا أو أمتنا وحطينا بمستحضر الحيوي اللي هو فاكسين السنة هاي، اللي هو لقاح 2013. بنحط معه كمان كذا سلالة اللي هي معروفين، يعني سلالة الفيروسات اللي بتصيب الإنسان أصلاً عادة ثلاث أنواع، بالإضافة إلى فيروس السنة الماضية. تماماً. وبالتالي بنلقح الجسم فيه، عادة بنلقح في فترة الشتاء اللي هي احنا بنعتبرها شهر 10 وشهر 11 عادة، وبيستمر مفعوله من 6 أشهر إلى سنة. عشان هيك احنا بنمنع أو بنحدد من هاي أعراض الإنفلونزا تمام، يعني هو قبل ما يصاب تقريبا فيها طبعا نور من الواحد. حوالي 10 سنوات يعني ظهر هذا المطعم أو هذا اللقاح. خلينا نحكي أكثر عنه، يعني هذا اللقاح له أنواع، يعني في نوع معين ولا لا، نوع واحد فقط لكل سنة؟ لا، هو من هو أصلا نوعين. أوكي، هلا في عندك الفيروس اللي بنعطى حقن، اللي هو احنا بنسميه ذا فلو شوت، بس في العضل، في عضلة التراي بالكتف، أو اللي عن طريق الأنف. وهن كيف نوعين؟ نوعين، انه قلت لك يا اما بنحط فيروس ميت، يا اما بنحط فيروس مضاعف، حي ولكن مضاعف. طبعا الفيروس الميت احنا عاده بنعطيه من عمر 6 اشهر،
إلى عمر كبير، يعني مش عمر محدد للناس الكبار، بس من 6 أشهر بنبلش نعطى، وسيف للحامل في بعض الأحيان. تمام. لأنه ميت أوريدي الفيروس، فإحنا شو الفكرة؟ إنه إحنا عم ندخل كائن غريب على جسم الإنسان، فالجهاز المناعي بصير يفرز الأنتيباديز عشان يقاوم هذا الفيروس. فشو بيصير لما بتيجي بدك ترشح بفيروس السنة هاي؟ رح يكون جسمك أوريدي معزز حاله مقوي، فرح تظهر عندك الأعراض أخف أو قد لا تصاب. طيب نورة، كوننا عم نحكي عن الأشخاص، مين هم الأشخاص اللي لا يمكن أنه ياخذوا هذا اللقاح؟ هلأ اللقاح الأول هذا، أنا لسه ما حكيت على الثاني. الأول عادي أي حدا بيقدر ياخده للوقاية لو شو منه. ما كانت حالته المرضية؟ بنفضل هلأ طبعا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة اللي هي زي الربو أو مشاكل في الكلى أو مشاكل في القلب، نبتعد عن هذا. الناس اللي بتاخد كورتيزونات، الناس اللي عندها صرع وبتاخد أدوية صرع، هدول بنفضل الابتعاد عنهم. الأطفال تحت 6 شهور كمان ما بنعطيهم إياه تماما. هذا النوع الفيروس الأول، الميت، الفيروس الميت تسيف من 6 أشهر، يعني من الأطفال إلى تماما العمر هذا الكبير. اللي ما بتنصحي فيه لأمراض الصرع وأمراض القلب؟ ما يعني مو لأي حدا، مرضى السرطان ومرضى الإيدز لا، لأنه أنت عم تدخل فيروس على جسمهم، هو أوريدي جسمه تعبان تعبان ما في مناعة، فما في مجال. الفيروس الميت سوري الحي. الفاكسين الثاني أوكي اللي هو بيكون حي، هذا ما بنعطى غير للناس العاديين تماما أوكي. هو بيجي ممكن يجي عن طريق حقن أو ممكن يجي إنه عن طريق الأنف، حقن عن طريق الأنف تمام. أوكي. هلا هذا بنعطى لجميع الناس، بس اللي هن صحتهم منيحة، اللي عندهم مثلا عادي مرض عادي، في ناس عندهم أمراض مزمنة زي الضغط وهاي الأشياء بيقدروا ياخدوا. بس دائما الناس اللي عندهم أمراض زي أمراض بالكلى وأمراض الربو أوريدي هن مناعتهم ضعيفة، فحتى لو بنحقنوا فيهم رح يضل عنده مشكلة. تماما. عرفت كيف؟ رح نضعف جهازه المناعي يعني زيادة. الشخص اللي ما بيعاني من اي مشاكل ممكن ياخذ دواء ما ياثر عليه ما اطلاقا. بيأثر طب عليه. هل في تاثيرات جانبيه على اللقاح؟ يعني في اشخاص بيحكوا نحن وقت اخذنا اللقاح صار عندنا انفلونزا كثير قويه، بعدين خلص ما عاد انصبنا لمده عام. مش هيك انت خلينا نوضح اكثر للمشاهدين هذا الموضوع. بالضبط. هلا حكيت اللقاح هو عباره عن ايش؟ هذا عباره انه فيروس حي عم بتدخله انت على جسم الانسان. ففي بعض الناس ممكن تصاب بالاعراض، لانه يعني كيف بدل ما انت تستنشق الفيروس او عن طريق التنفس سوري يدخل الفيروس تمام. وتصاب باعراض، احنا عم بندخله عن طريق كيف؟ الدم اوكي. فممكن تظهر عليك اعراض الرشح عادي، بعدين راح تطيب منها. مش كل الناس، بعض الناس. فشو الفكره؟ الفكره انه انت بتفكر حالك انه انا رشحت اكتسبت مناعه فعليا، حتقعد من هون لست شهور او لسنه ما راح ترجع تصاب مره ثانيه بهذا النوع. تمام. عرفت علي؟ لكن نور، يعني بعض العلماء بيحكوا انه للفيروس اكثر من مليون شكل، يعني وخاصه الانفلونزا لاكثر من مليون شكل، فكيف ممكن من خلال الدواء او اللقاح انه نحن نسيطر على هالمليون شكل من الفيروس؟ لانه يعني اذا كنا بمكان اخذنا هذا الفيروس كان عندنا منه مناعه، انتقلنا لمكان اخر مغلق ايضا كمان يعني ممكن يكون هذا الفيروس مختلف عن انواع اخرى من الفيروسات، كيف ممكن اللقاح يسيطر على مليون شكل من الفيروس؟ هلا هو مش مليون، عشان نكون ادق، هي سلالات. يعني الفيروس سلاله معينه بيصير يطور حاله، بيصير هذا السنه فيروس جديد، السنه اللي بعدها فيروس جديد. ليش انا حكيت نكتب احنا انه لدينا لقاح 2013؟ لانه فيروس السنه الماضيه اللي اوريدي جسم الناس قاوم وخلص وجهازك المناعي تعرف عليه، الجهاز المناعي عباره احمد عن سيستم، يعني بتعرف على هذا الفيروس او هذا الميكروب بصير جسمك يقاومه من غير ادويه. الادويه بتساعدك. فاحنا شو بنعمل؟ بناخذ لقاح السنه، بناخذ عفوا فيروس السنه الماضيه وبنحطه بهذا اللقاح مع 3 أنواع من الفيروسات الاساسيه اللي هي معروفه من مئات السنين. تمام. هي هاي اللي موجودة كل سنة، فعشان هيك وين ما رحت جسمك رح يقدر يقاوم هذا الفيروس. الانفلونزا لما أنا عرفته في البداية قلت مرض موسمي، يعني هذا الموسم فيروس واحد هو اللي رح يضرب الناس. تمام. أوكي. هو من سلالات وممكن يعني يكون فيروس. هذا الموضوع بيختلف باختلاف المنطقة لا. ولا لا هو خلص هذا العام بكل بكل العالم؟ فيروس الفلو هو فيروس الفلو، أنا ما مش إنه ما تقدرش تحكي بكل العالم، هو فيروس موسمي السنه من سلالة كذا كذا من يعني سلالة سؤال الفيروس. يعني إذا شخص أخذ هذا اللقاح بعمان وبعدين سافر للسعودية هل ممكن يتعرض لإصابة بالفيروس؟ أنا هذا اللي بحكي لك إياه، هو فيروس موسمي. يعني الفيروس اللي إجا السنة الماضية وطور سلالته للسنة هاي هو نفس الفيروس. تمام. عرفت علي؟ عشان هيك بحكي لك لما انت بتاخذ مطعوم الفلو تبع هذا السنه خلص انت كتسبت يعني المناعه. ما بتلعب دور تغيير المنطقه، انت اكتسبت المناعه. لا هو فيروس الفلو معروف، اذا جاء فيروس ثاني فيروس كبد وبائي ولا شيء لا هذا حكي ثاني. عرفت علي؟ بس اصلا هلا الفيروسات طالما انت اخذت المطعوم وجسمك المناعي تحفز وصار قوي
رح تخف عندك الأعراض حتى لو تمام. أكلت أي فيروس. طيب كبار السن يعني أيضا بيعانوا من مشكلة هذا اللقاح، بيعانوا منه بعد ما ياخذوا هذا المطعم أو اللقاح، نحكي عن أسباب كبار السن ليش بيتعبوا وقت ياخذوا هذا اللقاح؟ شوف، هي الإبرة أصلا من أعراضها الجانبية كبار أو أطفال أو أي عمر، أول إشي ممكن تعمل حساسية في محل ما ضربنا الإبرة، تمام. هاي أول إشي. بتختلف طبعا من حدا لحدا. تاني إشي السايد افكت العاديه انها بتعمل حراره، عشان هيك دائما بنعطي مع المطعوم مثلا بنقول لك خذ حبتين خافض باراسيتامول حرارة. احتياطا. حتى الاطفال بتلاحظ بعد ما يطعموا اي طعم ترتفع درجه حرارتهم. اوكي. بصير عند الواحد خمول، الم في العضلات، تمام. هاي الاعراض الجانبيه العاديه لجميع الناس ولجميع الاعمار. عاده هذا النوع من المطعوم بنعطيه لحد 65 او 70 سنه بالكثير، مش اكثر من هيك. تمام. اوريدي الرجال الكبير او المراه الكبيره اللي فوق هاي الاعمار اوريدي مناعتهم ضعفات، اوريدي هن عم ياخذوا كثير ادويه، عرفت علي؟ بس هو ما في مشكله يعني. طب الاطفال تحت ال6 شهور لا يمكن اعطائهم؟ لا لا يمكن اعطائها. بعدين ما بعرف اذا في حالات ممكن اذا كان الفيروس ميت، تمام. ولكن بنبتعد احنا، حرام يعني اطفال، عرفت علي؟ بس من ال6 شهور بنعطيهم بس النوع اللي هو ذا فلو شوت، اللي هي تماما هي ابره واحده، الفيروس الميت. الفيروس الميت تمام. بالضبط. طيب بأي عمر نحن ممكن نعطيهم النوع الثاني للأطفال؟ أطفال صعب، اللي هو بحكي لك النوع الحي لا ما بنعطيهم للأطفال، لا يعني أي من 5 عمر؟ سنين بنعطيهم إياه. بعد ال5 سنوات بعد ممكن، الخمس سنين بإمكان. ال6 شهور بنقدر نعطيهم. الميت اللي تحت هيك لا ما بنعطيهم إشي. تمام. طب نور، بنرجع للأدوية التقليدية اللي كنا ناخذها قبل اللقاح، هي الأدوية المسكنات، هي أدوية الفيتامين سي اللي بيعطي الجسم الطاقة وغيره، لأي مدى ممكن فعاليتها تكون للوقاية قبل ما نصاب بالإنفلونزا؟ تاخذ دواء للوقايه من هاي الادويه؟ لا، انا اللي بدي احكي شغله، الناس ما بتفرق بين الرشح وبين الانفلونزا. هلا التنتين مسبباتهم فيروس، ولكن فيروس الانفلونزا كتير قوي وسلالته كتير قويه، وقتلت تمام. من زمان. الانفلونزا كانت قتلت 1,000,000 شخص في المانيا، فهو فيروس يعني صعب السيطره عليه. ما في دواء اسمه مضاد فيروس او وقايه لفيروس. ولا وقايه. فيروس يعني هو عبارة عن بروتين، ما مش ملاقيين له طريقة يقدروا يتخلصوا منه، تمام. عرفت علي؟ هلأ في الفيروس اللي هو بيطلع على الشفايف، إذا بتشوفهم بيطلع على الشفايف أو بالفم، هدول لهم علاج، إشي أنتي تماما. فايرال بس إشي موضعي يعني. أما حبوب تاخدها مضاد للفيروسات مش قادرين يلاقوا لها إشي، ولا للوقاية. حتى الأدوية اللي أنت بتاخدها، عم تحكي أنا رشحت، غير مثلا أنا في الوزة رشح لي حساسية، تمام. فأنت بتاخد أدوية حساسية من الصيدلية بتطيب عليها. أما لما يكون إنفلونزا لا يعني ما نحن بتقدر تسيطر متداولة عليها. كلمة إنه أول ما حدا يشعر بإنه جسمه صار في عنده تعب أو صار في عنده الوزت مظاهر أولية للإنفلونزا مباشرة بياخذ الفوارسي، قرص من الفوارسي. نحكي عن هذا الموضوع، هل هو فعلا بيقينا ممكن أو ممكن يرفع عن مناعة الجسم؟ هو هلا فيتامين سي بيزيد من مناعة الجسم عادة، بس ما بيقدر يقتل ما بيقدر يقتل الفيروس، لأنه الأدوية الكيميائية أصلا مش عم تقدر تقتل الفيروس. تمام. فما بالك فيتامين سي، هو بخفف من إنه تظهر عندك هاي الأعراض مثلا، عرفت؟ يعني بيقلل من ظهور أعراض الإنفلونزا، عرفت علي؟ تمام. غير هيك لا ما أيضا في. متوفر بالصيدليات المسكن مع الفيتامين سي مع بعض، بأي حال نحن بننصح فيه؟ يعني هو بيكون باراسيتامول مسكن أو نوع من الأسبرين مع الفيتامين سي، إلى أي مدى ممكن يساعد بتخفيف من حدة المرض؟ بيخفف طبعا. ليه؟ لانه حكيت لك بس بعد ما تاخذ الفاكسين، او حتى لو ما اخذت الفاكسين حسيت في الباراسيتامول شو بيعمل او الاسبرين، هو عباره عن خافض حراره تمام. ومسكن الام. فاوريدي انت لو صار عندك هذا بتحس بصداع او ممكن تحس بالم في العضلات، فهو اوريدي رح يسكن لك ورح يخفض لك الحراره. تمام. مع فيتامين سي بيزيد المناعه بس ما رح يشفيك يعني، تمام. ولا رح يعطيك وقايه، ممكن يخفف لك الاعراض بس ما في شيء اسمه بس ما في شفاء شفاء تام. تام لا حيكون. طيب بالنسبة للمضادات الحيوية، نحن وقت نصاب بالإنفلونزا بكون عنا ممكن نصاب بعدة مشاكل بالتهابات اللوزات وغيرها وغيرها، هل برأيك مضادات الحيوية لها تأثير؟ أكيد لها تأثير إيجابي على الجسم، لكن تأثيرها السلبي برأيك شو ممكن طبعا نحن اكبر غلط، وكثير من الناس بيحكي لك انا مفلوز وبدي مضاد حيوي. مضاد حيوي يعني مضاد بكتيري. نعم. انت عندك فيروس، عرفت علي؟ كيف بدك تاخذ مضاد قاتل البكتيريا تقتل فيه الفيروس؟ اكبر خطا شائع. هلا شو اللي بيصير مرات؟ انت اول شيء بنسميه احنا الفيرست انفكشن، انه بتصاب بالفيروس، عرفت علي؟ هلا شوف، لو كان رشح عادي خلال اسبوع
بس بدواء حساسية، أو حتى لو ما أخذت جسمك بقامة، أما لو كانت إنفلونزا ممكن يصير عندك سكند إنفكشن، والسكند إنفكشن بيعز بيضعف المناعة، فبتظهر البكتيريا بتتعزز البكتيريا. تمام. فشو بيصير عندك؟ بيصير عندك أعراض البكتيريا اللي هي حرارة، صداع، ألم، ممكن في ناس يصير عندهم تقيؤ، أو في ممكن ناس يصير عندهم إسهال. هون بنعطي المضاد الحيوي. بس شو في ناس بتفكر تقول لك أنا يعني صار عندي إنفلونزا أخذت مضاد حيوي وطبت الفيروس اللي لا عندي. أنت بالفعل شو صار عندك؟ أنت صار دخل عندك الفيروس على الجسم وعمل لك أعراض الإنفلونزا اللي هي التعطيس والسيلان والأحة. فهلأ شو اللي بيصير بعد هيك؟ بيصير عندك سكند إنفكشن أوريدي. الفيروس ضعف بجسمك من منعك من جهازك المناعي، قضى على الفيروس بس صار عندك سكند إنفكشن، صار مصحوب بحرارة. نعرف هون إنه إحنا عندك صار التهاب بكتيري، فبنعطي المضاد الحيوي مع أدوية الرشح أو أدوية الحساسية، فالمريض بتحسن. بس هذا خطأ شائع إنه أنا عندي إنفلونزا وأنا بدي أخذ مضاد حيوي. عرفت علي؟ فإحنا بننصح دائما من الأعراض. هلا ما تتميز 100% لأنه أعراض الرشح نفس أعراض الزكام. تمام. بس من الأعراض أو من طريقة المريض إنه لا عم بحس حرارتي بتطلع حرارتي بتنزل، هيك بنعرف إنه هو دخل في السكند إنفكشن، فبتعطيه مضاد حيوي. طيب المضادات الحيوية وتأثيرها السلبي على الجسم، يعني لها كتير مشاكل، منها ممكن تسبب مشاكل بالكلى، ممكن لها أعراض أخرى، وخاصة الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة وقت ياخذوا مضادات الحيوية أيضا بصير عندهم مشاكل أخرى. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع وعن الآثار السلبية، وإذا نحن اضطرينا إنه ناخذ مضادات حيوية شو الحل بحالة الإنفلونزا ولا بصفة عامة أحمد؟ لا إذا يعني الصيدلي أو الطبيب وصف المضاد الحيوي. هلا أشوف المضاد الحيوي، حكيت لك في حالات إذا كان عندك التهاب بكتيري لازم تأخذ مضاد حيوي عشان تطيب، فيش مجال. هلا بس عشان يكون فكرة الناس ما بتعرفها، هلا المضاد الحيوي ما بيخوف أصلا، حتى لو أخذ جرعة الواحد زادة عن حاله زيادة عن الجرعة اللي هو لازم ياخذها، يعني الاستخدام الخاطئ. الاستخدام الخاطئ عندنا بدخل في شيء اسمه ثيرابيوتيك دوز. طبعا. يعني قد ما اخذت زياده عن حاجتك بيصير اسهال وبيخرج المضاد الحيوي من الجسم، فما طبعا. في مشكله. بس هو مشكلته شغله واحده انه بيقلل مناعه الجسم، هاي مشكلته. فبصير انت عندك مثلا مرض ما بتحتاج تاخذ فيه مضاد حيوي، وانت اخذت مضاد حيوي انت طبعا. بتقتل البكتيريا المنيحه، ما انت ما عندك بكتيريا ضاره، فليش تاخذ مضاد حيوي؟ انت هيك قتلت النورمال فلورا اللي هي البكتيريا المنيحه اللي موجوده بجهازك الهضمي، اللي موجوده على الجلد، يعني اللي هي بتحميك. فانت لما بتقتل تقوى هي وبتتعزز، بتسبب لك امراض ثانيه، هاي مخاطر، يعني بتقلل جهاز المناعه. عرفت علي؟ غير هيك لو واحد انت اخذت جرعه زياده من المضاد الحيوي مثلا، لا ما في اي مشكله، بيتم طرحه عن طريق الكلى وعن طريق البول. هلا الفكره اللي بدي احكي لك اياها، كل الادويه احمد كل الادويه بتدخل في عمليه الايض عن طريق الكبد، بتم اخراجها عن طريق الكليه. اي دواء، فانت لما بتاخذ الادويه بتضلك على المدى البعيد بيصير عند الواحد هاي المشكله. نور، طب ممكن يسبب مشاكل بالكلى؟ يعني ممكن هذا الدواء وقت نحن ناخده وناخده بجرعات زايده، مثلا الطبيب حكى لنا انه او الصيدلي حكى لنا انه ناخذ نحن مثلا حبه كل 8 ساعات، صرنا ناخذ حبتين كل 8 ساعات، هل هذا الشيء ممكن ياثر على الكلى؟ ما انا حكيت لك طرحه بيتم من الجسم سريع المضاد الحيوي، ما في خوف، ما في اي اثار، يعني ما بياثر اذا اخذته انت كورس خمس ايام. التعارض، التعارض اللي بيصير بين المضادات الحيويه والادويه اللي بياخذوها امراض العصبيه، ايضا امراض اللي عندهم مشاكل بالصرع وغيرها، ممكن يعني في بعض الاطباء بيحكوا انه لهذا المريض انه لازم دواء معين للمضاد الحيوي يختلف عن دواء اخر حتى ما يتضارب الدواء مع الدواء الاخر. لا مش هيك، شوف المضاد الحيوي ما في منه خوف انه يتضارب مع ادويه ثانيه. شوف المضاد الحيوي فيه نوع من انواع الفيتامينات، المغنيسيوم على ما اذكر، انه اذا اخذته مع المضاد الحيوي رح المغنيسيوم رح يلغي مفعول المضاد الحيوي، بس رح يلغيه فما رح تطيب. في ناس عندهم حساسيه البنسلين، تمام، بيعملوا تيست إبرة تحت الجلد بنعرف عنده حساسية فما بياخد بنسلينات، ها هي ممكن تكون مشاكل مضاد الحيوي. عدا هيك ما له مشاكل. تمام. عرفت علي؟ قلت لك بس مشكلته الرئيسية إنه بيقلل المناعة أحمد، فبتصير لما تمرض وتاخد هذا الدواء البكتيريا الموجودة بجسمك أو البكتيريا اللي اكتسبتها قاومت هذا المضاد الحيوي فبطل يجيب نتيجة. هاي مشكلة المضاد الحيوي ليس إلا يعني. تمام. ما بعد الإصابة بالإنفلونزا كثير أشخاص بتفضل تناول عدد كثير كبير من الفيتامينات والمكملات الغذائية، تنصحي فيها؟ وهل فعلا جسم بعد الإصابة بالإنفلونزا ممكن ينقصه الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية؟ طبعا شوف هو
بصير خلل بالجهاز المناعي والجسم اوريدي عم بضعف، عرفت علي؟ فمش غلط لو انت اخذتهم، يعني بتعزز لك مناعتك. فيتامين سي دائما بحكي بركز عليه، خذي فيتامين سي، كتروا من الفيتامينات عشان الواحد مو حيفلوز، حيفلوز على فكره، بس انه بتقلل لك من الاعراض. يعني في ناس انا عندي بيجوا دموع كتير، سيلان بالانف، او في ناس انفهم مسكر مش قادرين يتنفسوا. فانت لو اخذت هاي الفيتامينات مع الفاكسين طبعا كتير رح تخفف عليك، رح تحكي انا رشحت بس كتير اخف في السنه هاي، ما حسيت بالاعراض، عاده دائما عندي خمول، دائما جسم مكسر، لا بس حسيت حالي احسن. وفي ناس ما بتصاب، هذول 20% اللي ما بيصابوا ابدا، مناعتهم اوريدي قويه. احكي لك ايش احسن شيء بيقوي المناعه وبيعززها وكثير يعني عن جد صعب تمرض اذا اخذته عدا الفيتامين سي، حبوب الثوم. نعم جارليك موجودين بالصيدليه كحبوب من غير ريحه ومن غير طعم سيء، هي كبسولات او تابلت هي على الاغلب، تاخذ حبتين الصبح عن جد انه سحر. مفعول خلينا نعيدها معلش، نعيدها اكثر للمشاهدين، اللي هي حبوب الثوم. تمام، حبوب بتيجي تمام، ما إلها رائحة وما إلها طعم سيء، يعني بمجرد دخولنا للصيدلي ونحكي له نحن بدنا حبوب أدوية التوم. حبوب التوم تمام، ناخذها الصبح بالصبح حبة أو حبتين حسب الكم الجرام. تمام، وخذها لمدة شهر أو تمام. شهرين يعني بشكل يومي صباحا ناخذها، خذها كل تمام. يوم حبتين. الفائدة منها تقوي المناعة، هاي أول إشي. هلا عادة التوم بيزبط الضغط، تمام، بيقلل من الضغط. ملتي فيتامين منيح، هو يعني بيجي معه فيتامينات تانية برضه مش بس التوم، بس الفائدة الأساسية له إنه بيقوي المناعة. المشكلة إذا كان في أشخاص عندها انخفاض بضغط الدم، كيف بدها تاخذ هذا الدواء؟ يعني تبعد عنه عادي. أنا عندي انخفاض في ضغط الدم باخذ حبة بس، إيش كل وين وين. وعن جد ما يعني عن جد مناعتي الحمد لله لا قوية، بيجيني انفلو بس بيجيني كتير أقل. حلو. عرفت علي؟ هذا يعني اللي في اشخاص اللي عندها مشاكل بالثوم، اذا عندها مشاكل بالقولون او غيره، فهذا كان العلاج السحري. هو اصلا بيطهر، هو علاج سحري عن جد، وهو بيطهر يعني الثوم نفسها، حبه الثوم بتطهر، مطهره للجسم اكيد، بتموت طيب البكتيريا والكائنات الدقيقه من الثومه. تمام. بالعوده لموضوع المضادات الحيويه، يعني بعض الاشخاص بيوصفوا لهم دواء مضاد حيوي فرد بيصاب بعد فتره زمنيه حوالي شهر او شهرين يصاب ايضا بذات المرض بالانفلونزا، ومن تلقاء نفسه بيكرر الوصفه تلقائيا. تنصح بهذا الموضوع؟ طبعا، ما انت هيك حكيتها، قلت لانه فلوز واخذ مضاد حيوي ورجع انصاب مره ثانيه لانه اخذ مضاد يعني حيوي، يعني ما في داعي عوده للطبيب او عوده للصيدلي. لا يسأله. انت ليه تاخذ مضاد حيوي اصلا؟ ما انت عندك فلو. لا، بيكرر الوصفه من تلقاء نفسه. لا، ما غلط، لانه اول مره اخذ دواء غلط عشان هيك رجع مرض. طبعا. لو اخذت الدواء صح ما بترجع بتمرض، لانه الفلو انت المفروض اخذت الفيروس هاي المره طبعا. وتعالجت منه ما بترجع بتمرض فيه، انت اوريدي مناعتك اكتسبتها واخذت مناعه، هذا شو بيكون صار له؟ بيكون عنده الفيروس، راح اخذ مضاد حيوي، ضعف مناعته بزياده، ورجع الفيروس بعد اسبوعين ولا بعد شهر تقوى وتعزز. هاي الاغلاط الشائعه. تماما. عشان هيك يا اما بتروح بترجع للطبيب او بترجع على الصيدلاني وبتعطي الاعراض. صح، ومن خلالها بنوصف الدواء. النصائح كثير مهمه قدمتيها للمشاهدين، ومعلومات كثير رائعه عن اللقاح وعن الادويه وغيرها والمضادات الحيويه. بدي اشكرك الصيدليه نور شرف على وجودك معنا والمعلومات الرائعة، وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، عاد عليكم أحمد وعلى الجميع إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا، فقرات متعددة ومتنوعة بانتظاركم، كونوا معنا بعد الفاصل.